أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. غرفة القيادة الموحدة عزم تعلن وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بينها وبين قوات قسد على جبهات اليشلي وتل علي والجطل بريف حلب الشرقي. مراسل حلب اليوم أفاد بأن طيران روسي شن غارة جوية على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، كما شن غارات مماثلة على أطراف بلدة الفطيرة جنوبية إدلب. مراسلنا أفاد بأن الجيش الوطني استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في بلدة كفر بطيخ بريف إدلب الشرقي. قيادة حزب البعث الحاكم في مناطق سيطرة النظام تطالب أعضاء البرلمان بعدم انتقاد حكومة النظام بأي شكل من الأشكال. الشاب السوري عامر الحوراني يتفوق في تخصص هندسة البرمجيات من جامعة فيلادلفيا الأردنية بمعدل 89.1 وبتقدير امتياز. وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال إن تركيا تشهد حاليا تعاونا أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين إلى بلادهم وخصوصا السوريين بحسب وكالة الأناضول التركية.